بركات الشكر. ليه موضوع الشكر ده مهم؟ عندنا بركة مهمة قوي بتعبير ماري إسحاق السورياني، تعبير يمكن كتير منكم حافظه، يقول إيه: ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر. عاوز أي حاجة حلوة في حياتك تزيد، ما تبطلش تشكر عليها. عاوز بيتك في أمان، ما تبطلش تقول أشكرك يا رب على البيت. عاوز صحتك كويسة، ما تبطلش تشكر على الصحة. عاوز الخدمة كويسة، أشكر على خدمتك. عاوز شغلك كويس، أشكر على الشغل كتير. يبقى بركة من بركات الشكر إنك أنت تلاقي كل حاجة بتزيد، كل حاجة حلوة بتزيد. الشكر كمان يقولوا الآباء يعجل بالاستجابة. لما الإنسان يكثر من الشكر يبقى له دل عند ربنا، مكانة. فلما يكثر من الشكر ويجي يطلب طلب، ربنا يقول له على طول حاضر على طول. ليه؟ لأن مثل هذا الإنسان الشاكر أقرب إلى قلب الله. دي حتى في علاقاتنا العادية، لما تلاقي أم عندها عيال، في واحد منهم مؤدب زيادة ولسانه حلو ودايما يقول لها متشكر يا ماما، لما يطلب وهو تلاقيه بيطلب قليل طبعا، هتبقى نفسيا عاوزة تديله اللي هو عاوزه أكتر من أي حاجة، حتى لو بتحب أولادها بالتساوي. لكن واحد تاني ياخد وما يشكرش، أو ياخد ويتذمر، حتى لو اديت له هتبقى بتديله كده وهي مش مبسوطة. يبقى احنا لما بنشكر بنعجل باستجابة الله لطلباتنا. بركة أخرى من بركات الشكر، الشكر يزود الإيمان. هتقولوا طب ده الشكر محتاج إيمان، صح؟ ما هو الواحد بالإيمان بيشكر، لكن كمان الشكر يرجع يزود الإيمان. لأن لما بشكر ربنا أنا بفتكر إن ربنا هو صاحب كل حاجة حلوة، وبقول له يا رب أنا بشكرك لأني أنت معايا ومش سايبني وبتسامحني وبتديني. كل ده بيغذي الإيمان جوايا. أحكي لكم حكاية من الكتاب عن واحد اسمه يهوشافاط. يهوشافاط ده كان ملك من أحفاد داود، وحصل وقتها حرب شديدة جدا، جاياله شعوب أقوى منه بكتير وحصرت شعبه، ويهوشافاط ده قليل الحيلة وغلبان وشعبه على قده، فوقف يصرخ لربنا وقال الكلمة المشهورة بتاعت إيه: نحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا، مش عارفين نعمل ايه بس هنفضل باصين عليك. فجاله واحد من شباب الانبياء كده قال له: ربنا سمع صلاتك وبيقول لك ايه، ما تخافش الحرب للرب، انت مش عليكش دور خالص. بمنتهى البساطة يعمل ايه؟ غير في شكل الجيش. كان في الاول بقى ايه، العساكر قدام واللي ماسكين القوس واللي ماسكين مش عارف الرماح، قال لهم كل دول يرجعوا ورا، طلعوا لي المرتلين بتوع الشكر قدام ويلا ندخل على الحرب. طلعوا اللاويين وابتدوا يقولوا الهوس الثاني: اشكروا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته، ودخلوا المعركة على كده. بقوا العساكر ورا واللي بيشكروا ربنا وبيسبحوا هم اللي قدام، وهم مسافة منازلين من الجبل عشان يقابلوا الأعداء، كانوا الأعداء بيأكلوا في بعض وبيخلصوا على بعض، هم وصلوا تحت لقوا نفسهم ما بيحاربوش، بياخدوا الغنايم على الجاهز.